ازاي اميز وعود ربنا ليا بشكل شخصي في الكتاب المقدس؟ اوقات حصل بالضبط زي ما وعدني واوقات ما حصلش، فبقيت متلخبطة وبقيت احس ليه ربنا مش سهل في التعامل، مش هو بابا وعاوز ارشاده امشي يمين ولا شمال. انا بقرا في الكتاب المقدس بانتظام عشان اسمع صوته على طول. شوفي يا حبيبي ابونا، ان انت تصلي عشان تسمعي صوت ربنا فدي بركة كبيرة قوي. صوت ربنا موجود لكن يعتمد على الريسيفر. يعني ايه؟ يعني انت عندك في البيت ريسيفر بتستقبلي بيه، او تلفزيون بتفتحيه عنده حاجة جواه ريسيفر يقدر يستقبل الموجات اللي ماشية في الجو ويوضحها لك ويكبرها لك ويوضحها لك في صورة صوت وصورة. انت عندك طبق والطبق ده فوق السطح متوصل بالساتلايت، فبيقعد يدور ويجيب الموجات اللي هي في العالم ده، موجة ماشية في الجو يعني، يقوم لقيتها ومجسدها وجايبها لك في الفيديو او في التلفزيون بتاعك. الريسيفر مهم جدا عشان يلقط الموجات، ومش اي ريسيفر هيلقط اي موجات. وحتى جوه الريسيفر نفسه انت عندك محطات، فانت بتقعدي تجيب يمين وتجيب شمال لغايه ما تظبطي المحطه اللي على الموجه الفلانيه اللي هي مظبوطه على موجه معينه في الجو، تقدر تجيب لك المحطه دي وتقدري تسمعيها بالظبط او تشوفيها بالظبط. انا عندي موجات، موجات او صوت ربنا ماشي في الجو، ما جاي لي لغايه عندي. انا لازم اظبط الريسيفر بتاعي اللي هو الريسيفر الروحي يعني، بحيث يلقط صوت سماع ربنا. ساعات اسمع بسهوله وساعات ما بسمعش بسهوله. يعني ساعات بيبقى قلبي متقصي جدا لدرجه ان يبقى الصوت واضح وكده وانا ما بسمعش. ويمكن انت سمعتي قبل كده وانا بحكي وبقول ان صوت ربنا بيبقى موجود في كل حته بس احنا ما بنسمعش، وشرحت ازاي انا نفسي ما سمعتش صوت ربنا في مره من المرات وكان الصوت واضح، لاني كنت قررت ان انا ابقى قاعد في وحده وتوحد، ودخلت الوحده واتبسطت قوي وكده، وجالي حد من الابهات قال لي ما ينفعش انت هتبقى متوحد بس مش دلوقتي لازم تطلع. ما سمعتش الكلام، قلت له لا ده انا بحب كده وعاوز اعيش في التوحد. قال لي يا ابني مش دلوقتي. قام بنطوني ظهر لي 3 مرات وبيقول لك لازم تطلع بره الوحده بتاعتك، وانا ما سمعتش الكلام، ما رضيتش اسمع. قلت له نصلي 3 ايام ونشوف صوت ربنا. قال لي ما صوت ربنا واضح. قلت له انا عاوزه بعلامه واضحه ليا. ما سمعتش الكلام، وكان النتيجه ان بعد 3 ايام زي ما صلينا ربنا اداني علامه واضحه ان المبنى كله اتهد عليا وكنت هموت، وانقذوني ودوني المستشفى. وبعدين هم بيحطوني في العربيه عشان اروح المستشفى، ابونا جه جري وقال لي العلامه كانت واضحه يا ولدي. طبعا واضحه ايه، ده انا كنت هموت. فهو صوت ربنا موجود، بس هل احنا بنسمعه ولا لا؟ هي دي البوينت، وهو ده المهم، ان احنا يكون عندنا حساسيه لسماع صوت ربنا لينا. في ايات في الانجيل ربنا قالها لاشخاص، فاحنا ليه بناخدها على نفسنا؟ زي مثلا كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. كل واحد بيقولها لما بيجي ينجح، او مثلا تكلم يا رب لان عبدك سامع، نقولها مثلا لما كل ما واحد يقرا الانجيل على نفسنا، مع ان هي كانت تخص الحدث بتاعها او بتاع صاحبها. ايات الكتاب المقدس كلها حبيبي هي رسائل خاصه لينا. الكتاب المقدس موحى به من الروح القدس، يعني ربنا نزله على ناس، يعني خلى ناس يجي لها الكلام وهم يكتبوه. شخصياتهم في الموضوع وطريقة تفكيرهم في الموضوع وطبيعتهم في الموضوع، لكن برضو الكلام بتاع ربنا، لأن ما فيش حد يقدر يعمل كده. تجيب كذا ألف سنة ناس بتكتب وتكتب نفس القصة وتكمل القصة من واحد للتاني. يعني أنت استحالة تجيب قصة واحدة اللي هي قصة الخلاص وتبتدي تحكي فيها من أيام موسى. هو طبعا موسى حكى من أيام آدم، يعني جاب اللي قبليه كذا ألف سنة، فهو جمع كله لغاية موسى، وموسى قعد يكتب، وبعدين كل اللي بعديه كتبوا 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 لغاية سفر الرؤيا. كلهم بيكتبوا في قصة واحدة هي قصة الخلاص وكيفية وصولنا للسماء. تخيل إن الكتاب ده هو صوت ربنا
بيبعتوا لكل البشرية، بعتوا في العهد القديم للناس اللي كانوا عايشين زمان، وبعتوا في العهد الجديد للناس اللي هم اللي أمنوا بربنا يسوع المسيح زي وزيك. فآه كل آيات الإنجيل موحى بيها عشاننا لأجل خلاصنا احنا. فممكن تاخد أي آية وتقول آه طب ما زي ما كان ربنا مع يوسف فكان رجلا ناجحا، ممكن يبقى معايا أنا فأكون رجلا ناجحا. اللي يمنع؟ طب ليه يوسف ربنا كان معاه؟ لأن يوسف كان مع ربنا فكان ربنا مع يوسف. فأنا النهاردة لو أنا مع ربنا، ربنا هيبقى معايا وهكون رجل ناجح. مش لازم شكلي ناجح يعني في الأعمال المادية والحاجات الأرضية، لكن ناجح من جوايا وناجح في علاقتي بربنا زي ما كان يوسف بالضبط.